شفتي هذا الفروج؟ ايه الفروج اللي ذبحنا راه كان هو ويا ديما متابعين يلعبوا. دابا سبحان شوفي الله انت، العظيم. شوفي جالس بوحده بحال اللي كيقلب عليه، بحال حزين، بحال ما سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. شوفي هنا سميرة غدا دير واحد الكيكة. هنا شنو درتي هنايا؟ حامض الليمون. الليمون حكيتو، حكيتي الحشرة ديالي. ها شنو غتزيدي دابا؟ كنديرو كاس السميدة، كاس الزيت عامر. المهم بين وبين هاك الزيت شوية صافي. بيض شحال؟ نديرو 6 بيضات باش تجي غزالة. اه فعلا نيت جات غزالة بزاف، عجبات الوليدات. كنخلطو نديرو دانون. هذا كاعلي وي برا غفلاتني وبقيت غير 6 دقائق. دونك الدقيقه قلتي كدير 4 الكيسات، 4 ديال الكيسات ديال الدقيق. صافي ها هما هالكيسات. دابا غادي نديرو الخميرات. صافي دابا انا درت الخميره الاولى ودابا الخميره الثانيه. المهم انا كندير البيكربونات، حتى الخميره مزيان. اللي كدير البيكربونات تقدر دير باش بالنسبه لبنادم ما قراش شي حاجه ما يفهم. مع الخل ضروري، سينو ما تخدمش. البيكربونات الا ما خلطتيهاش مع الخل ما كتعطيش مفعول، ما تطلعش لك كيكه. لا كتطلع. كتذوبي ديك البيكربونات مع الخل. بحال دابا كيكه كندير معلقه صغيره باش ما يجيش المذاق ديالها باين. الا كثرتي المذاق كيجي باين وما كتجيش مزيان. صافي تبارك الله. ما غادير كبوه وما غاديرش هذاك الكاكاو واحد شتك حاطه واحد. لا هذاك حتى الاخر، حتى الاخر. يلا سيري على الاخر. وباش تجي خفيفه وهشي. بلاتي نوري هذا هو القوام ديالها. كتجي هكا، كتجي هكا. هي قالت لك باش كتجيها خفيفه وهشيشه. وهنا غديري الكاكاو. وريني الساشي ديال الكاكاو كيفاش تي كيفاش داير. بلاتي نقل. ها صافي. دابا هنا صبات النص ولا المهم تقريبا ثلاثة ديال الأرباع ديال هاد الخليط، والربع اللي بقى زدت فيه هذاك الساشي. صافي غتزيدي من الفوق. ياك يا سلام. سخنتي الفران غدي ليه الكيكة. أييه هي شحال ديال الوقت باش طيب؟ انت كتشمي ريحتها. لا لا امتى؟ هذيك ربع ساعة كطيب. واو دغيا ما شاء الله. يا والله يعطيك الصحة. على حسب الفران كان سخون دغيا ربع ساعة كتسخن تطيب. سميرة حادقة دابا كتوجد الفطور. هذا الفطور ديال الغدا، غدا مع الصباح ان شاء الله. يلا سير عندنا الضياف. صباح الخير، صباح الورد والياسمين. كديري لاباس عليكم؟ اليوم ثاني يوم عندي في المغرب. خرجت تمشيت واحد شويه ساعه، خرجنا مع 7 ديال الصباح، دابا تكون 8. مشينا تمشينا شويه، دابا رجعنا غندخل نشوف نوجدو الفطور. دابا شوفوا الشجر ديال الزيتون. البنات السلاوي، شكون اللي فيكم كتحمق على السلاوي بحالي؟ السلاوي تبارك الله زوين ما شاء الله، كنحمق عليه. هذه باقا صغيره، هذه نخليوها حتى تكبر.
هاد شوفوا البنات الكرم هاد العام، هاد الكرموس هاد العام تعطل باقي ما وجدش، لان ما كانش الحال، ما كانش الحال سخون بزاف. ملف هاد الوقيته هادي فاش كنجيو كيكون موجود. شو شتو باقي اخضر باقي ما وجدش. هاد الكرمة هادي ما شاء الله كبيرة، حتى هي باقي ما وجدش. بعدي واش اللويزه ملقمه؟ لا، حيت فيها بحال ريحه الحامض. الحامض هذه هذه حتى الاخرى اللي دايره فيها الريحه ديالها زوينه بزاف. هذه مجهده واقيلا على هذيك اللي هي القرعه اللي كاينه اللي هي هذيك هذا الربيع اللي في الارض. هذه تما فين كاين القرعه؟ هنايا مازال دوك الوردات الصفرين اللي غادي يكونوا باقي ما كبر، باقي ما هنايا فين كاينه القرعه؟ لا هنا في كاينه القرعه، هذيك الربيع اللي قدام هذيك دابا هذيك الوردات الصفرين. سبحان الله، هذيك راه الفيتشر قرعه كداك اللي والده راه ليه. هذا عبد فين هو؟ كيسخر الجسم. نعناع العبدي هو هو النعناع الفلفولي، هو لا مونت بوافري الفرنسي. هانتوما كيكون بحال هكا. سبحان الله العظيم، ريحته غزاله بزاف. هذا كناخذ انا الويل ليسونسييل ديالو، كتستعملوا بزاف مزيان. هذا اللي عنده مشكل ديال الهضم. دابا العنب باقي ما وجدش. لا كاين، كاين ولكن باقي ما طابش. شوفوا ازيره شتي راه كيكون فيه النحل بعض المرات، في اطونسيون تقطع عليه. نجيبو شي باني ونقطعوه. شتي كاين بزاف اللي هذيك فات فيها الفوت. هذه باقا، هذه هذه ما نقطعهاش. هذيك باقا خضراء وهذه حتى هي فات فيها الفوت. هذيك حتى هي باقا خضراء، حيدها. شتي ها هما هادو اللي هنا، ولكن قطعتي عندك هنايا حيت كاينه هاد، كاينه القرعه. شتي هادي تلقاها مدودة، هادي هادو اللي هنا الحق باقين. سبحان الله العظيم، مشات فيها الفوت. دابا واش مني كتخليها كيأطاكيوها؟ كيأطاكي. سبحان الله، حيت هذاك الشيء بيو ما فيه لا دواء لا والو، داك الشيء علاش. بحال هادي ما نقطعهاش، هادي باقي هادي. سبحان الله. دجاجة مساكن اليوم شي واحد فيهم غادي دجاجة ولا مع تفرج، واحد فيهم مسكين اليوم غادي يقوم بمهمة الغداء. من بعد ما رجعنا من هاد الجولة هادي اللي درنا هاد الصباح، رجعت أول حاجة دخلت طليت على الخميرة. هانتوما سبحان الله شفتوا كيفاش طالعة، داكشي باش سبحان الله العظيم. حيت دابا هنا حيت الحال سخون داكشي باش كتوجد بسرعة، اما ملي كيكون الحال بارد راه خاصها بزاف ديال الوقت. هانتوما تقريبا دابا راه نقدر نعجن بها غير باش تجي قويه. دابا اليوم الثاني وجدتها البارح، دابا اليوم الثاني غدا نزيد ليها غير شويه ديال الدقيق ونخليها باش تولي قويه. اما راه نقدر نعجن بها دابا، هانتوما شفتوا كيفاش طلعت، غير باش تعطيني واحد هذا. غدا نزيد ليها دابا شويه ديال الدقيق ونخليها حتى الغدا ان شاء الله وعاد نعجنوا بها. هانتوما انا خلطت زدت معها شويه ديال الدقيق، الا وجدت ليا من هنا العشيه نقدر نعجن بها في العشيه. لا عاودت الا شفتها طلعات غدا نعجن بها ان شاء الله. هانتوما كيف كتشوفو انا زدت ليها شويه ديال الدقيق، غنخلطها ونخليها صافي. دابا راه تقريبا غير تخمر دابا هاد المره صافي نعجن بها.
هذا البيض البلدي، بيض بلدي ديال بصح، ندير به واحد الاومليت. هنا سميره كتوجد البغرير اللي كيعجبو البغرير. البيض غنزيد عليه شويه ديال الهريسه ولا فلفله حمراء، انا ما بقيتش فلفله حمراء، استعملت غير هذا الهريسه. هنا هادو واحد التوابل كاينين هنايا، فيهم قزبر يابس وفيهم فلفله حمراء يابسه وفيهم حتى الثومه يابسه. ندير منها الثوم معلقه وغادا نزيد المليحه، من بعد كل واحد يزيد على حسب الذوق ديالو. عندك شويه كمون سميرة؟ عندك شويه كمون سميرة؟ لا ما كاينش. المهم تقدر تزيدو شويه كمون لو بغيتي، انا ما كاينش كمون. انا زدت الفلفل الحمراء قطعه صغيره، حتى الفلفل الحمراء حتى هي كتجي زوينه. هنايا الصبر والعنب، الا ما كيعجبكمش هكذا يعني هكا حيت كيبقاو شويه كخوكم ملي كطيب، تقدروا تشحروهم عاد تزيدو عليهم البيض. صافي غادي نحرك كلشي ونطيب كلشي في المقلاه. انا سميره وجدت البغرير، غدهنيه هي كي صافي. ها هي كيكه اللي وجدت سميره البارح للدراري، والاومليت اللي وجدت انا دابا. صافي البغرير حتى هو وجدته سميره، والبعويد اللي قطعنا قبيله. صافي هذا هو الفطور. دابا انا شنو كديري يا سميره؟ كندير الملوي. الملوي باش ديري به رفيصه؟ غديرو رفيصه. نعجنتي بومه ديال بومه بومه بالشمحه. درتي فيها الخميره شي شويه؟ درت غير الملحه. درتي غير الملحه؟ ايوا هكاك. شوفوا انا الخميره البلديه ديالي راه خمرات، قلت لكم حتى الغدا عاد غنعجن بها الساعه لا واقيله، غادي نعجن بها غير واحد شويه دابا لان شفتوا كيفاش خمرات. صافي وجدات، غنجرب نعجن بها واحد الخبيزه. صراحه انا عم اول مره كتوجد ليا هكا في يومين، دابا يومين مولفة كنحضر على اسبوع، لان عرفتوا كيكون الحال بارد، هنايا الحال سخون ما شاء الله. دغيا دغيا شفتوا تبارك الله، زعما اللي بغى يعجز عليها. نعجن بها دابا ان شاء الله اي واحد شويه، واخا عجنو بصراحه ما محتاجينش الخبز، كاين الخبز كاين كلشي، ولكن انا ما عرفت بانت ليا بانها خمرات، خصني ندير غير واحد شويه، نديرو بطبوط ياك، ندير بها واحد شويه ديال البطبوط خيميرات ولا بطبوط ياك ان شاء الله. هي سي هاد الفروج، اه الفروج اللي ذبحنا راه كان هو ويا ديما متابعين يلعبوا. دابا شوفي انت، شوفي جالس بوحدو بحال كيقلب عليه، بحال حزين بحال ما. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوفي شوف شحال زوين تبارك الله ما شاء الله. كانوا بجوج كيتشابهوا. دابا خوه مسكين غيمشي في الرفيسه. لا غيمشي في الرفيسه ان شاء الله. مساكن انت كيقلب مال فين كيلعبوا كيهذا كيقلب. سبحان الله العظيم، انت قتلنا لي خو مسكين. هانتوما انا خلطت هنايا المخاله مع الدقيق، هذا الدقيق ديال الفارينه ديال البلاد، ها الخميره البلديه شفتو، نديرها كلها. صافي دابا غادي نعجنها، غنزيد بقى نزيد الماء هذيك نيت نجمعها ولا نخلي واحد قطعة كيما مولفة كندير عاداتي. صافي أنا حيد دابا طريف، هانتوما شوفو غنخليها صغيرة. صافي ودابا هادشي اللي بقى غنزيد شوية مليحة لأن ما غاديش يبغيهم السوس، ونشوف إلا كاين شي حاجة نزيدها فيها. اللي لقيتها غنسول، اللي لقيتها غنزيد في الطبوطير.
المهم اضافات اللي ضفت هذه كلها غير اضافات يعني ممكن تستغناو عليها. زدت معلقه يعني غير نص معلقه ديال المليحه، نص معلقه ديال العسل ديال الليمون عسل حر، وهنايا زنجلان والزعتر. صافي دابا غنحاول ندلكها مزيان ونخليها تخمر. صافي هنا خديجه نصبات لينا الرفيسه، درت فيها المساخن والبصله و السمن ياكي و السكنجبير والزعفران شعره وشنو السكنجبير والبزار. صافي عاديه كيف ما العاده، وكديروا فيها الثومه بزاف. وخا دابا الصهد راه هذاك شفنا داك الفروج وحنا نتشهاو نديرو الرفيسه وخا وخا الحال سخون. جيت لقيت العجينه خمرات، ها هي قرصتها، غنمشيو غير نتغداو. انا خديجه كتسقي في الرفيسه، نتغداو ونرجع نطيب الخبز ان شاء الله بالضبط. صافيها رفيستنا وجدات، نشهيتكم فيها، ريحتها زوينه ما شاء الله.